السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتعلم فيه ازاي نغير سربنتينة تكييف كي كارنز. دول كان هنا فيه مسمارين ماسكين عامة الهواء، والكلبسات اللي ماسكة الجزء الفايبر ده او البلاستيك ده فكنا جزء منهم. كليبس والله طلع معاك فهو خير، مطلعش فانت بتبقى عامل حسابك ان في اغلب الاوقات الكلبسات دي بتبقى بريتل اوي او يعني بتتكسر. هنا المسامير اللي ماسكة القواعد اللي ماسكة الراديتير والسربنتين في بعض هنفكهم. هوناهم بعد كده هنفكهم بالدريل علشان يعني الدريل يسرع وفي نفس الوقت منهلكوش ان هو يفك حاجة ماسكة جامد. الطريقة دي انت بتطول اللايف تايم بتاعت الدريل بتاعك. ادي هنا المسمارين دول. القاعدة دي لما بتتشال تقدر انت ترجع الراديتير والسربنتينة لورا زي كده. هنفك البلتات اول مواسير اللي بتاعت الفريون اللي داخله جوه السربنتينه صمولتين 10 برضو. هي الشغلانه دي كل حاجه فيها 10، ودي من مميزات العربيات الكوري. هنا الصامولتين اتفكوا، هنفك المواسير. ادي التانية كده. فاضل المسامير اللي ماسكة الرادياتير في السربنتينة. ادي واحد برضو 10، والناحية التانية في واحد. ثانية يعني نظهره اكتر. اهو هو ده، في حد زيه الناحية التانية. ادي المسمار. اخو الناحية التانية بنفس الطريقة وفي نفس المكان. هادي المسمار التاني خلاص اتفك بسم الله. كده فاضل ان احنا نطلع السربنتينة نفسها. هنرجع بس الطقم ده لورا. طبعا عشان بفك بايد واحدة. ادي السربنتينة، تاخد بالك بس وانت بتسحبها
اي سلك اي وصلات، ادي السربنتينة طلعت، هتتقفل عكس مفكينة نفس الخطوات بس بالترتيب العكس. هنهي السبب ما غيرناها كانت فيها تآكل وضربة من كذا حتة ومنملة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.